هكذا تواصلنا مشاهدنا الكرام في هذه اللحظات بعدما اتممنا الاشواط الاضافيه. نعيد ايضا اليكم اشواط اخواننا السودانيين، انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين. هكذا الانطلاق وهكذا الابداع مع المركز الاول، ينطلق بحفظ من الله ورعايته. ناخذ مقدمه الشوط والمركز الاول بلقى دبي مع المركز الاول. عمر الصديق يتقدم مع دبي على الصداره على مقدمه الشوط، بينما الظبي محمود او حمود بوزايد الرشيدي مع المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث تتقدم سمرغند، وحيدر حسان يقدم سمرغند على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات. وبهذا الانطلاق اتابع بقيه الاسماء وبقيه الشعارات الحاضره في هذا الانطلاق وبهذه التحديات. ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن بعود على الصدارة على مقدمة الشوط، والذي غيرت في هذه اللحظات واندفعت بهذا الاندفاع وبهذا الابداع المستمر. ما شاء الله غيرت الامور. سمرغند حيدر حسان يتقدم بدوره على المركز الاول في هذه اللحظات، بينما كذا تواصلنا مشاهدي الاعزاء في هذه اللحظات، ولا زالت سمرغند مع المركز الاول تتقدم الجموع في هذه اللحظات. حيدر حسان ياتي بدوره مع سمرغند على الصداره على مقدمه الشوط في هذه اللحظات، وبهذا الابداع المركز الثاني. بلقى ايضا تقدم في هذه اللحظات. كيف حيدر حسان ياتي بدوره مع كيف على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات، وبهذا الاندفاع. ما شاء الله وتبارك الرحمن، شوف التحدي وشوف الإثارة في هذا الانطلاق المستمر. ما شاء الله نص الكيلو والمتر الأخير، نص الكيلو والمتر الأخير، والتحدي المثير في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع المستمر. ما شاء الله وتبارك الرحمن، أثارة والأروع مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظات. بدينا نقترب من خط النهاية مشاهد الكرام والتحديات المثيرة. الله، هذه هي سمرغند مع المركز الأول. سلام الخرطوم، سلام سلام الخرطوم، سلام وسلام بودليك، سلام على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ما شاء الله مع سمرغند هي من تحقق الفوز والناموس والانتصار. لحظات الوصول، العبور نحو خط النهاية. حيدر حسان السوداني يقدم سمرغند، وسلام إلى هالي بودليك، سلام. لحظة الوصول إلى خط النهاية المكان الثاني. أيضا كذلك عند حيدر حسان قدم كيف المركز الثالث، أيضا دبي، وأيضا هناك يقدم دبي مشاهد الكرام عمار الصديق، والمركز الرابع وصول من خلال تواجد أيضا دكتوره وعبد الله الهادي أيضا بدوره مع المركز الخامس. العموم هذه هي نتائجنا، توقيتنا الزمني والحفل الكريم هناك عبر المتابعة لهذه الشوط.